من مصنع أرمانت للسكر محافظة إنن، ومصنع أيضا كومومبو للسكر في محافظة أسوان. العمال في المصنعين الحقيقة من أمس وهم عاملين وقفات احتجاجية أمام المباني الإدارية في المصنعين، كانوا بيطالبوا بإيه؟ يعني ببعض المطالب، قايمة من المطالب العمالية المشروعة، وهي النهاردة هتكون معانا وحاضرة وعارفين مطالب العمال. طيب، بتتمحور أبرز هذه المطالب الحقيقة في مطالب مادية تخص المرتبات، تخص البدلات، تخص الزيادات المستحقة للعمال وغيرها من الأمور. بعد هذه المرتبات والعلاوات المستحقة ليهم، هما بيقولوا إنها متوقفة عند أرقام ثابتة من 2011، بعضها كمان من 2014 ما تغيرش أبدا، أو حتى بإضافات بسيطة اللي هي إضافات الزيادة عليها، بالرغم من تعويم الجنيه أكتر من مرة، تضاعف الأسعار بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، طبعا دون زيادات منصفة من الشركات دي والمصانع للعمال. من المفترض أن هذه الزيادات بتساعد على تجاوز الأزمات الاقتصادية المتكررة، لكن النهاردة هنشوف ونتابع جزء من الوقفة الاحتجاجية، هنسمع صوت بعض العمال في هذه المصانع، ونبدأ من مصنع أرمانت. I'm going to go to the hospital.